يعرف معبد دندرة بمعبد الإله حتحور إله الحب والجمال والأمومة عند قدماء المصريين ويوجد المعبد في محافظة قنا جنوب القاهرة وقد تم بناؤه منذ أكثر من خمس ألاف سنة وكانت مدينة مقدسة للمصريين في هذا الوقت وهو من أفضل المعابد حفظا في النقوش وجدران المعبد الخارجيه والداخليه بها مئات المناظر والنصوص الهامه التي تلقي الضوء على المعتقدات الدينيه وبها اعمده فخمه وجميله ويعتبر سقفه تحفه ابداعيه فهو من ابرز التحف المعماريه ويشتهر بالمناظر الفلكيه المصوره على السقف في تاريخ مصر القديمه. تعتبر سرقه قبه السماء من معبد دندره من اشهر السرقات غير المشروعه في تاريخ الاثار المصريه فالسارق الفرنسي سيباستيان لويز كاد ان يفجر معبد دندره بالديناميت لنزع السقف وخاض السارق الفرنسي مغامره في البحر المتوسط في الاسكندريه كي يتخفى من انظار القنصل الانجليزي الذي كان يتعقبه حتى نجح في الوصول بها الى فرنسا القبة السماوية عبارة عن دائرة الأبراج السماوية حيث يصور النقش القبة السماوية بأبراجها المتعددة وكان يصور مصر السماوية التي آمن المصريون القدماء بأنها طبق الأصل من مصر الأرضية بما فيها من أقاليم وتفاصيل أخرى والقبة كانت موجودة في معبد دندرة بقنا تم اكتشاف القبة السماوية من خلال الحملة الفرنسية حين استطاع القائد ديزي أن يغزو مدن الصعيد بأسلحته الحديثة الفتاكة في هذا الوقت لذا اعتبرها الفرنسيون أثرا فرنسيا قوميا وصمموا على سرقته حتى بعد رحيل الحملة الفرنسية ويؤكد المؤرخون أن لوريان قد قدم من فرنسا إلى الإسكندرية في أكتوبر 1820 لشحن القبة السماوية إلى باريس بأي طريقة ومن أجل أن يخفي غرضه خوفا من القنصل الإنجليزي في مصر هنري سولت الذي كان يتنافس مع الفرنسيين في نهب آثار مصر، في ذلك الوقت أعلن أنه ينوي القيام بعمل حفائر في الأقصر وذهب إلى هناك ثم عاد إلى دندرة القريبة من الأقصر حاملا العديد من المومياوات والتماثيل النادرة، وهناك في دندرة وجد الجو خاليا فبدأ في تنفيذ مخططه. وقت كانت القبة السماوية محفورة في سقف الغرفة الوسطى من الغرف الثلاث الموجودة في مبنى صغير مجاور للمعبد الأصلي بدندرة، وكانت منقوشة على حجرين في منتهى الضخامة والسمك، ولم يكن مع لوليان إلا بعض الأدوات البسيطة كالأزاميل والمناشير فاستخدم البارود في عمل فتحات في السقف حول القبة ولحسن الحظ لم يتأثر السقف أو يسقط جراء المتفجرات ثم قام بنشر القبة من خلال رجال أشداء واستمر العمل فيها ثلاثة أسابيع وقد قام السارق الفرنسي بنقل القبة إلى النيل من خلال روافع حيث وضعت هناك في مركب كبير واتجه بها شمالا نحو الإسكندرية وعندما علم القنصل الإنجليزي هنري سولت بالعملية جن جنونه وحاول أن يفشها ويستولي على القبة بكل الطرق، واستخدم في ذلك العديد من الخدع ولكن لوريان استطاع بذكائه أن يذهب بها إلى فرنسا. وصلت القبة السماوية إلى باريس وكانت في استقبالها حشود غفيرة وتحدثت عنها الصحف الفرنسية جميعا. مين كان يصدق أن سقف بالكامل بكل الزخارف والحليات بتاعته والمنقوشات بتاعته تتنقل بالكامل من مكانها في مصر الى فرنسا دي قصه القبه السماويه شكرا جزيلا